كنت أشك في الناس كلهم وكنت ما أوثق بأحد كان كنت أكره لما أخرج بين الناس كان أحسه مع داعي الامتناع عن استخدام لغات روسية تقبل بعض من 2012 كنت أحس باكتئاب وعزلة عن الناس وتوتر وخوف مات علي المولود وأخوتي كانوا يعاندوني بعدها حسيت بهذا الخوف والقلق كانت بداية المرض هكذا كنت أكسر وأحطم وأضارب أولادي وأسمع الأصوات من كل مكان يعني أتخيل هنا حقيقي كنت أبكي وما عاد شدت بكاي إني ما عاد أسمع أي شيء حتى إني طلقت بسبب هذا المشاكل إني حتى أولادي ما فارقتهم بزوني أخوتي ونزلوني إلى محجة جزء من الأمراض الذهانية له علاقة بالأحداث الدائرة غالبية الناس فقدت وظائفها فقدت ناس بتحبها نتيجة الصراع والحروب والمشاكل الدائرة ما كان في علاج في حاجة وكنت أطلع أضطر إلى صنعاء كنت أروح هناك بس العلاج كان غالي كان يشتري فلوس تقريبا 8 سنة وأنا رايح جاي يعني بس أروح حالتي النفسية خطيرة يعني بعد موت أبي الله يرحمه كمان في حجة كان قدي بدأت تيأس والموت عندي دائما الصدق يعني كنت دائما أتخيل الموت في بالي لذلك كان أخي الكبير وداني لهنا عشان أبصر حياتي قلت شوية وأبصر نشاطي اليومي عشان أفراد أسرتي خدمات الصحة النفسية الآن اللي بتقدم فيها المستشفى بشكل أساسي بتقدم خدمات الدعم النفسي وبتقدم خدمات الرعاية الطبية النفسية للمرضى اللي بيجونا بنقدم خدمات التثقيف النفسي وأيضا بنقدم العلاج النفسي الجماعي غالبية الناس بتعرف عن الخدمة من خلال حاجتين من خلال التثقيف النفسي اللي بنجريه هنا داخل المستشفى وأيضا من خلال البيشن أو المرضى اللي بيجونا هم اللي بيكونوا الممثلين لنا هناك في المجتمع هم اللي بيعكسوا الخدمة كانت زوجتي يعني السند والمعاون هي اللي كانت تنصحني وتشلني وتعالجني في أطباء بلا حدود كنت أجي كل شهر ويعملوا زيارة ويسألوني عن المرض وأحوال المرض وكيف صحته والحمد لله وكيف التعامل مع العلاج وكيف التعامل مع الأهل وكيف تقريبا هذه السنة الثانية تقريبا ملتزم بالعلاج شهريا والحمد لله والآن طبيعي إن شاء الله الحمد لله كان أجلس دائما في مكان مظلم ما يخرج شيء ابدا كان اذا ابو حزن اقلبه يعني له فرح اقلبه حزن دائما بعد ما دخلت عندهم الحمد لله بدات اتحسن بفضل العلاج حقهم والممارسه الرياضيه والنشاط والعمل الذاتي طبعا احنا ساعدنا في الفيديو انا ساعدنا في الفيديو الجلسه الثانيه عملتها في الانشطه اليوميه كيف دارت الانشطه اليوميه اللي هو والله بحس كاني في بيتي الثاني أسرة واحدة في كأنها كنت من أول ما أحس بالحياة كنت ضايع حسيت بالحياة ذا الحين خرجت من ظلمة صدق إلى نور الحمد لله فضل أدباء طبعا فقمت بدوري كأم أو كأخت يعني أحترم الأخوة وأحترم مشاعرهم فقمت بدور الأم هذه المثالية لابني الثاني فقلت الحمد لله على كل حال فاطمة في أمل إنه واحد يتحسن؟ أكيد في أمل أكيد مدام أنا بصرت حياتي هكذا بعد اليأس كله اللهم لك الحمد الصدق